ازيكم عاملين ايه؟ انا جيت لكم بعد العيد، خلاص بقى هنرجع تاني نعمل اكل. ف تعالوا يلا، الفتره اللي فاتت كلها بعمل حلويات، تعالوا النهارده نعمل حاجه بقى، مش حلويات، طبخ، كوكينج بقى، اكل. النهارده رز معمر. رز معمر انا عارفه ان معظم الناس يعني الكلمه نفسها تقيله، بس هو سهل جدا. يلا بينا. اول حاجه، رز معمر هو بيكون من جزئين، الرز، وطبعا في ناس بتعمل رز معمر محشي بحاجات زي لحمه، حمام، حاجات زي كده، والجزء الثاني هو اللبن. اوكي، طيب يلا نبدا باللبن الاول. هنعمل ايه وبعد كده هقول لكم. اول حاجه، انا هعمل النهارده كوبايه ونص رز، فاللبن عموما بيكون مره ونص كميه الرز، فدي كده كوبايتين وربع لبن بالظبط. اوكي، هنبدأ نحطهم على نار هادية. هنحط معاهم معلقة سمنة أو زبدة، يعني زي ما انتوا حابين. طبعا لو سمنة بلدي تبقى تحفة، يعني أصلا الرز المعمر بيتعمل بسمنة بلدي، عندنا سمنة بلدي يبقى حلو جدا جدا جدا. دلوقتي كمان هنحط معلقة ملح، معلقة ملح هي كبيرة بس ممسوحة. الملح عموما اللي بنحطه ده قابل للزيادة، يعني على حسب، بندوق وبنشوف محتاجين نزود ولا لا. بنحط رشة فلفل واحدة او رشتين بس كده، بس مش كتير، ما بنحطش فلفل كتير، وهقول لكم ليه كمان شوية. هنحط كمان 50 جرام قشطة، والمفروض هنسيب الخليط ده لحد ما يغلي مش يسخن، فهنسيبه على نار هادية دلوقتي، وبعد كده هنرجع نشوف لما يغلي هنعمل بيه ايه. اوكي، تعالوا نكمل هنعمل ايه لحد ما اللبن ده يغلي. طيب دلوقتي يلا هنعمل الرز. دول كوبايه ونص رز زي ما قلت لكم، مغسول ونشف، انا غسلته وسبته لحد ما نشف، لازم يكون مفلفل كده او ناشف كده، مش عشان هقول لكم هنعمل ايه دلوقتي. هنحط عليه معلقتين صغيرين فلفل ممسوحين، او ممكن معلقه واحده كبيره بس مليانه، وهنقلبه كويس قوي مع الفلفل. كل ده في الاخر برضو بيتظبط بالطعم، يعني في الاخر بعد ما نحط كل حاجة على بعضها، لو حسينا ان الموضوع ناقص ملح ناقص فلفل بنزود. خلاص كده بقى عندنا الرز مفلفل في فلفل. اوكي، تعالوا بقى نحضر الحاجة اللي هنعمل فيها لحد ما اللبن يغلي. دلوقتي هنحضر الحاجة اللي هنعمل فيها. يفضل طبعا انه يتعمل طاجن برام فخار، لان ده يعني عموما انا بحب استخدمه قوي في كل الاكل، بيفرق في طعم الاكل كتير. وبعدين الحلو في البرام ان كل ما بتعملي فيه حاجة هو بياخد بيشرب الطعم، يعني لو احنا جايبين برام اول مرة بيقولك دايما ايه، ادهنيه سمنه بلدي ودخليه الفرن قبل ما تشتغلي فيه. ممكن تعملي كده كل مره هتشتغلي فيه، بيشرب الطعم وبيفرق كتير قوي في التسويه. فطبعا ده احدى عوامل نجاح الرز المعمر، بس طبعا لو مش عندكم ممكن تعملوا في اي طاجن موجود. اهم حاجه في موضوع الطاجن ان انا احط نص الكميه، يعني الكميه اللي تبقى فيه ما تعلاش قوي، لازم نسيب مسافه. ليه؟ لان اللبن اللي في رز معمر بيفور، وده يعني ممكن يطلع بره وممكن يغرق الدنيا، فدايما بنعمل في براند كبير وما نبلغوش على اخره، يعني لحد هنا اقصى حاجه. اوكي، طيب اول حاجه طبعا بندهن البراند ده، ويا سلام لو عندنا سمنه بلدي هتبقى تحفه. اوكي، ندهنه كويس. اللي طبعا عايز يستخدم زبده اوكي، بس طبعا الرز المعمر اساسه نستخدم سمنه بلدي. اوكي،
دلوقتي هنحط من كمية الرز يعني نقدر نقول تلت واحد. هنفرده كده في القعر. اوكي حلو قوي بالنسبة لي في القعر، لان طبعا الرز بينفش يعني. اوكي نزود شوية كمان. اوكي طيب انا عموما بحب اعمل الرز المعمر احطه جواه لحمه، في ناس بتحط حمام، كل واحد بقى على حسب هو بيحب ايه. فبعد ما بحط تلت كمية الرز بحط اللحمة، بحط الكمية كلها واجي لكم تاني. دي كده انا حطيت اللحمة، اللحمة طبعا اللي هي كباب حلة عادي. بحب كمان كباب حلة في الاخر بيبقى معاها صوص، انا بحب احط الصوص ده في الرز المعمر، بس مش شرط يعني، لو طول الموضوع بالنسبة لكم قشطة عادي مفيش مشكلة، مش لازم بنستخدم. هنغطي اللحمة ببقية كمية الرز. طبعا لو مش هنستخدم لحمة او حمام او اي حاجة جوه الطاجن، في ناس بيعملوه بفراخ، بس انا بالنسبة لي الطاجن الرز معمر يا حمام يا لحمة، مش عارفة انا عمري ما جربته بالفراخ. مهم ان احنا خلاص كده كملنا كمية الرز كلها. طبعا لو مفيش لحمة بنستخدم كمية الرز كلها مرة واحدة فوق بعضها. خلاص تعالوا نشوف اللبن دلوقتي وصل ايه. ادي اللبن بتاعنا اهو قرب يغلي خلاص. هنحط له ايه بقى؟ رشة جوزة الطيب، بتبقى حلوة جدا يا جماعة في الرز المعمر، بس ما بنكترش عشان ما تمررش. انا هحط رشة بالظبط بتدي طعم حلو قوي. كده اللبن بتاعي قرب يغلي خلاص. بصوا المكونات كلها دابت في بعضها، استنى مع اللبن مع القشطة، هنسيبه لحد ما يغلي ونرجع نكمل. دلوقتي اللبن بتاعنا غلي نطفي عليه. كده اللبن جاهز، طبعا نقدر ندوقه، او انا مش بحب ادوقه دلوقتي، بحب ادوقه بعد ما بحطه على الرز واشوف الدنيا عاملة ايه. تعالوا دلوقتي نحط اللبن المغلي ده على الرز. ادي الرز بتاعنا، نحط له اللبن المغلي. كده حطينا كمية اللبن كلها. نقدر دلوقتي ندوق الميكس ده نشوف هل محتاج مثلا نزود ملح او فلفل، ان طبعا بتفرق من شخص للتاني الزبطة دي عاملة ازاي. فنقدر ندوق، بس نديله كده سنة مع بعضه وندوق الماكس ده عامل ازاي. اعتقد ان هو كويس. دلوقتي اخر حاجة خالص هي ايه بقى؟ ان احنا نحط على الوش قشطة. طبعا اللبن والسمنة والقشطة كل دول كل ما يبقوا طبيعيين كل ما هيبقى الرز المعمر احلى. انا هحط تقريبا دلوقتي الكمية 100 جرام قشطة. طبعا دلوقتي بنكون مولعين الفرن على 240 يسخن، وندخل فيه البراندة. بنسيبه شوية مش متغطي بعد ما اللبن يفور والرز المعمر ياخد وش، بنغطيه شوية. احنا مش محتاجين نشغل شواية، بنسيبه على النار، هو بياخد وقت طويل شوية، ممكن ياخد من ساعة لساعة ونص على حسب قوة الفرن عندك. وهندخله دلوقتي، وبمجرد ما اللبن بيكون غلي وفار وبعدين ابتدى يعمل وش، بغطي البرام اما طبعا لو عندنا الغطاء بتاع البرام نفسه تمام، لو ما عندناش بيبقى فويل. هدخله دلوقتي الفرن وهرجع اوريكم. في ده كده الرز معمر بعد ما عدى عليه بالظبط ساعة. كده ابتدى يحمر زي ما انتم شايفين. خلاص كده نقدر نغطيه بورق فويل او بغطاء البرام وندخله تاني الفرن، وهنشوف بعد ما يطلع خالص هيبقى عامل ازاي. انا هغطيه بورق فويل دلوقتي وادخله تاني. كده تمام غطيته كويس. جدا طبعا هندخله تاني الفرن، وتقريبا هنسيبه ربع ساعة كمان في
فكده توتال يبقى خد ساعه وربع. بعد تلت ساعه بالظبط من الماء سبته وهو متغطي، ده كده الرز المعمر بعد ما طلع. طبعا مش قادره اقول لكم ريحه حلوه قد ايه. الطبق ده سهل جدا يتعمل، حلو جدا، ممكن يتعمل في اي عزومه، بجد بيبقى حلو جدا على السفره. بس جربوه وروني عملتوا ايه.